اسرع حاجة هتقلل نمو الشعر وهتشيل الشعر الوبري والشعر الجسم، وكمان هينظف البشرة جدا، ده هيشيل كمان الجلد الميت وهيشيل الشعر اللي تحت الجلد. جربوها هتعجبكم. لايك شير سبسكرايب، فعلوا الجرس عشان كل جديد يوصلك مني اول باول. هحتاج معايا هنا هحط معلقة من لبان الذكر مطحون، ممكن تستخدمي الاحجار عادي جدا، ماشي؟ هو بيبقى شكله عامل زي كده بيانات الاحجار، بصوا تمام اللي هو ده، فانا طحناه هنا فهاخد منه معلقة. نسيت اوريكم، بصوا الصبغة اللي هي الحنة اللي احنا عملناها، بصوا اللون تحفة، ثابت على الايد، هو بوظ الايد بس بيطلع عموما يعني. عايز اقولك تحفة جدا جدا، انا عملته امبارح، اللون خطير خطير خطير، وانا شعري اسود اصلا فثبت على الشعر بجد حلو قوي. شوفوا الفيديو اللي هو اللي قبل ده، خطير يا بنات وهيعجبكم جدا. هنا بقى المهم الوصفة اللي احنا هنعملها النهاردة بتاعت ازالة الشعر، الناس كتير طلبت مني ازالة شعر، فانا هقولك هنا احلى وصفة انا بجد جربتها من وصفات ازالة الشعر، وكمان بتقلل نمو الشعر. فاخدت معلقة مليانة من احجار لبان الذكر مطحونة تمام، وهضيف عليها معلقة من الترمس المر المطحون. طبعا انا فهمتكم قبل كده او قلت لكم قبل كده ان الترمس المر من الحاجات الحلوة قوي اللي بتقلل نمو الشعر وما بتخليش الشعر يطلع بسهولة، وكمان لبان الذكر او احجار لبان الذكر او المر، في ناس بتقول عليه اسمه احجار المر برضو، فده برضو من الحاجات الحلوة قوي قوي اللي بتقلل نمو الشعر، وكمان بتخلي الشعر ما يطلعش الا بعد فترة طويلة جدا جدا وقليل. فهنا انا حطيتهم زي ما انتم شايفين كده، وهبدأ ان انا نقعاهم حوالي يعني ربع ساعة نص ساعة، المهم انها تفضل منقوعة لحد ما تنزل لي كل المكونات بتاعتها في المية تمام. هعمل بقى المؤشر، والمؤشر ده مهم وضروري قبل اي ازالة شعر علشان خاطر بينظف الجسم وكمان بيشيل الجلد الميت. فهاخد كده معايا هنا معلقتين من السكر الخشن، معلقتين كده من السكر البني الخشن. ليه السكر البني؟ علشان بيبقى حبيباته تخينة شوية فبيطلع الجلد الميت، وكمان بيطلع الحبوب اللي هي بتبقى تحت الجلد والشعر اللي بيبقى كمان مدفون تحت الجلد، فهو ده من الحاجات الحلوة قوي اللي بتطلع الحاجات دي بكل سهولة. هاخد معاهم معلقة مليانة من زيت الزيتون تمام، هتبدأ هضيف كمان عليها معلقة من زيت الزيتون. زيت الزيتون من الحاجات اللي بترطب الجسم، خصوصا لما بنيجي نعمل عملية تقشير البشرة بتبقى جافة شوية، كمان بتبقى ناشفة شوية كده، فزيت الزيتون بيديكي ترطيب في ساعتها لما بتيجي تقشري الجلد او الجسم، فهو بيخلي البشرة ناعمة جدا. فهنا انا حطيت كمان معلقة من زيت الزيتون زي ما انتم شايفين مع السكر تمام كده. تمام كده يا بنات، هو بصوا سهل جدا، بصوا بتعمليه على الجسم، بصوا شايفين الحبيبات والزيت كمان شايفين، هيرطب في نفس الوقت هيشيل كل الجلد الميت، شايفين عامل ازاي؟ سكر وزيت بس، هو ده الفكرة، ان انا بس عشان اشيل كل الجلد الميت وكمان في نفس الوقت اشيل الشعر اللي بيبقى تحت الجلد. هغسل ايدي وهنكمل مع بعض. بصوا لمعة حلوة جدا، بصوا دي من دي، شايفين؟ شايفين اللمعة؟ بجد بتخلي الجسم رطب جدا، وكمان بيلمع الجسم وبينظفه جدا جدا السكراب اللي احنا عملناه. هنا بقى هضيف معايا معلقه من الدقيق، والدقيق هنا بيشيل كل الشعر الوبري اللي هو الشعر الخفيف، وكمان بينظف البشره جدا، كمان بيوحد اللون، كمان بيدي للبشره نعومه ونضاره حلو قوي، ده كمان بيفتح البشره جدا جدا جدا. ففي نفس الوقت حطيت معلقه من الدقيق، وهضيف عليها معلقتين من مية المنقوع اللي احنا عملناه، بس قبل ما احط هقلبه علشان بصوا المية اختلفت ازاي واللون اتغير ازاي. فانا هاخد كده معلقتين هخفف بيه الدقيق وهقلبه كويس قوي، هاخد كمان معلقة تمام وقلبيهم بقى كويس. هنا طبعا الكمية دي براحتك خالص، ممكن تعملي كمية جاهزة دلوقتي مثلا تستخدميها، وممكن تعملي كمية تشيليها في التلاجة وكل ما تطلعيها تبدأي تخففي وتستخدميها عادي جدا. هبدأ بقى اقلبهم كويس تمام، وهضيف عليها معلقة من الملح
معلقة كده صغيرة. طبعا الملح من الحاجات اللي هي مطهرة ومعقمة، ونفس الوقت كمان بتشيل البكتيريا اللي بتبقى في منطقة الاندر ارم، منطقة البكيني، كمان بتنظف الجسم وبتعمل برضك عملية سكراب خفيفة جدا في تقشير البشرة. هقلب بقى هنا كويس. انا بس ما مش هحاول ان انا اقلب جامد عشان انا مش عايزة ادوب الملح، انا بس عايزة الحبيبات دي كلها تبقى ظاهرة معايا. تمام كده. هضيف كمان حاجة بسيطة جدا من زيت الزيتون، يعني ربع معلقة مش اكتر من كده. في نفس الوقت مش عايزاها تبقى مليانة زيت، لا انا عايزاها بس حاجة بسيطة. هقلب بقى كويس كده، وهضيف عليها حاجة بسيطة جدا من معجون الاسنان، حاجة بسيطة. معجون الاسنان طبعا قلت لكم في كذا مرة انا بحب احطه في الوصفات ازالة الشعر لانها بتطهر بتعقم، كمان عايزه اقول لك انها بتدي ريحه حلوه قوي ومنعشه في المنطقه دي، كمان بتقلل نمو الشعر. فهنا بقى انا بصوا هقلب كويس زي ما انتم شايفين كده. تمام، ده شكلها. طريقه استخدامها سهله قوي، بحطها في منطقه طبعا فيها شعر بالشكل ده، انا بوريكي بس وانت بتعملي. تمام، يعني بوريكي التجربه وانت بتعمليها. هفردها في منطقه الاندر ارم، منطقه البيكيني، اي مكان فيه شعر براحتك خالص. تمام، انا ما بستخدمهاش لوشي. تمام، يعني دي ما بتستخدمهاش لوشك علشان الوش بيبقى حساس شويه. وبجيب معايا طبقه من المنديل تكون سميكه، وبضيف عليها المنديل. تمام، وهبدا ان انا اسيب المنديل لحد ما يتشرب كده معايا الوصفه. تمام، بصوا لحد بس اما الميه ايه اللي في الوصفه المنديل يشربها علشان اعرف انها تنشف معايا بسرعه. لما الوصفه بقى معاكي بتبدا تنشف بتسيبي المنديل كده من حوالي ربع ساعه لنص ساعه، وبعد كده بتبداي تشيلي المنديل، هيشيل معاكي الماسك كله بالشكل ده، بالشعر بقى بكله هيطلع زي ما انتوا شايفين كده. شايفين بجد حلوه قوي، وطريقه استخدامها كمان سهله جدا جدا جدا. بصوا هيتشال معاكي بكل سهولة. تمام، طبعا انت لما تجربيها في مكان فيه شعر هيظبط معاكي اكتر، عشان المكان ده طبعا مبقاش فيه شعر، بس انا بوريكي التجربة واعملي انت بقى. فاهمة ازاي؟ المنقوع بقى بتاعنا، كل اللي انا هعمله هجيب معايا كوباية وهجيب معايا اي شاشة ممكن تصفي في مصفى، بس انا بفضل الشاشة لانها بتصفي كويس جدا، وهصفي المنقوع بتاعي زي ما انتوا شايفين. تمام، هنا بقى الكفل ده انا ما برموهوش، ده هنعمل بيه حاجه جميله جدا جدا، بس المهم ان انت تكوني مصفيه الميه كويس. والتفل ده انا بخليه ما برموهوش، ده حلو قوي قوي للكولاجين للبشره، وهوريكي دلوقتي هنعمل بيه ايه. هنا الميه بتاعه المنقوع بتاعي بحطه في بخاخه، وببدا ان انا احطه كده على الجسم في منطقه ازاله الشعر بعد ما بتزيل الشعر. بجد بيقلل نمو الشعر، وكمان بيخلي الشعر ما بيطلعش بسرعه جدا. من افضل الحاجات اللي ممكن تستخدميها المنقوع ده. بالنسبه بقى للمؤشر ده، فهو ده بقى من الحاجات الجميلة جدا اللي بتشد الخطوط التعبيرية وبتقلل الخطوط اللي هي التجاعيد، وكمان بتفتح البشرة جدا جدا جدا. من افضل الحاجات اللي بجد ممكن تستخدميها كسكراب للبشرة، هينور البشرة وهيدي لها نضارة حلوة قوي. لو الوصفة عجبتكم ما تنسوش تعملوا لايك، وصلوا على النبي في الكومنتات، وقولوا لي بتتابعوني منين.